الكل يترك بصمة قد تكون عارا وقد تكون فخارا لكنها بصمة. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة وبنكمل مشوارنا مع أرمينيا الجريحة أرمينيا الجميلة. بنكمل مشوارنا النهاردة في الجزء الثالث عن أرمينيا وبيسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا النهاردة رجل الأعمال الأرمينيين والمرشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا مستر كريس شاهينيان. أهلا بيك مستر كريس. أهلا بحضرتك. احنا تشرفنا بوجودك معنا النهاردة في الحلقة. وكمان أنا خليني أقول أولا اسمح لي أشكر سي تي في سي سات تي في لهالمناسبة، وطبعا أنا بشكرك أستاذ متى لهالفرصة السعيدة اللي أعطيتنا، وطبعا نحن فخورين بعملك لحتى تقدر تثقف الجالية علشان تاريخ الأرمن. تاريخ الأرمن عظيم، نحن الأرمن والمصاروة عندنا تاريخ قديم، تاريخ مشترك قديم مشترك، وتاريخنا بتروح آلاف السنين ورا. وأيام فراعنة نحن الأرمن كنا بجبال أرمينيا، بس حبنا للبعض كتير، ونحن نتعلم من الشعب المصري العظيم، والعالم كله لليوم بتتعلم منكم. أشكرك. ونحن كمان عندنا تاريخ الأرمن تاريخ عظيم، ونتعلم من بعدنا مشان تكبر. أكيد أرمينيا دولة جميلة وشعب عريق وأصيل بالحقيقة. يعني احنا سعداء بوجودك حضرتك معانا، ولنا صورة للدعاية الانتخابية بتاعت حضرتك اللي نازلة ان شاء الله للكونجرس الامريكي. لكن انا عايز اعرف الناس شوية على مين هو النائب القادم السيناتور القادم باذن الله سيناتور كريس شاهينيان. فمعلوماتي عنك بتقول ان مستر كريس شاهينيان من مواليد مدينة بيروت بلبنان من اصل ارمني، وهو مقيم حاليا بمدينة باسادينا ولاية كاليفورنيا الامريكية. مستر كريس متزوج واب لثلاثة ابناء، وحصل على ماجستير في علم النفس، عضو ناشط في العديد من المؤسسات الاجتماعية والثقافية والخيرية. أيضا مستر كريس هو مرشح لمقعد رقم 25 في الانتخابات الأمريكية المقبلة لمجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا. هنا بيجي السؤال الأول، إمتى إن شاء الله يحين موعد الانتخابات؟ هيكون إمتى؟ أولا انتخابات بكاليفورنيا كل أربع سنين يصير سنة انتخابات، و 2016 سنة الجاية وكمان انتخابات الجاية، كل عشر سنين كمان بيتغير الديموغرافيك كل أمريكا وكاليفورنيا كمان. وده منطقة كاليفورنيا 25 بنقوله منطقة جديدة، وأنا مرشح لهالمنتخبات الجاية كممثل ديستريكت 25 مقطع 25. مقطع من هنا كان سؤالي الثاني، يعني ايه 25؟ 25 اقول لك ايه، كاليفورنيا مقسم ل 40 قسم. حسب البوبوليشن نسمه 40 كاليفورنيا عندنا كاونتي ولا يعني لا ذس از لا مش كاونتي 40 قسم ده متقسم بيست اون سنه مقاطع سنه مقاطع سنه مقاطع سنه عندنا 40 مقاطع حسب ال نسمة. كل مقطع عنده حوالي 1 مليون نسمة عايش في المنطقة. مقسوم حسب ال يعني كل population في حد بيمثله السنة، لأنه عندنا 40 مليون نسمة في كاليفورنيا مقسومين ل 40 السنة. ده سنة 25 اسمه منطقة فيها جلندل، باسادينا، سيتي اوف باسادينا، سيتي اوف لاكانيادا، سيتي اوف لافيرن، سيتي اوف موفيا. انا شفت الاسماء دي في 23 سيتي بهالديستريكت.
اللي هم عادة الأرمينيين قاعدين فيه وفي هالمنطقة كلها. ده معجزة لأن الأرمن لأنه 1900 قبل 3 سنين لما تغيروا المناطق أنا كنت واحد representing city of Pasadena في districting. ده خريطة جاب معجزة للأرمن. ليه بقى؟ لأنه عجيب أنه تكون من ethnic group one ethnic group يكون في محافظة واحدة. ولما في كل منطقة في عنده لجنة بيعمل بخطط المنطقة الجديدة. ده after 2012 تغير كل الحاجة وأنا كنت واحد منهم أتفرج. ده معجزة يصير كل الأرمن صار في ديستريك واحد. عندنا نحن بهالديستريك 250 ألف أرمني ساكنين بهالديستريك. ده معجزة لنا. يعني دي ما كانش الأرمن هم اللي مظبطينها يعني مش لا ده لأنه أنا كنت الأرمن الوحيد بالديستريكتين من قبل باسادينا. احنا لنا سؤال عن المنطقة دي على كل حال تاني بس مش عايزين نسبق الأحداث. هو من المعروف واللي أنا أعرفه عن حضرتك إنك خدت جوائز عديدة لأنك مشارك في النشاط الاجتماعي من فترة طويلة وخدت جوائز كتيرة على مستوى الجامعات الخيرية والجامعات الأهلية وعلى مستوى الحكومة الأمريكية شخصيا. فياريت تدينا فكرة عن بعض هذه الجوائز. أنا أولا إنسان ما بحبش أحكي عن أعمالي بس ضروري بس لأنه ضروري بس لأنه ضروري لازم أكلم. أنا جيت هربنا من لبنان من مشاكل لبنان. كلنا نعرف مشاكل لبنان. مشاكل الشرق الأوسط مشاكل الشرق الأوسط كله. كلنا تركنا بلادنا تركنا أرضنا تركنا بيوتنا علشان نفتح صفحة جديد ونكبر نحو الأفضل. ونحو الأفضل. وأنا جيت هنا قبل 28 سنة ما عنديش حاجة خالص ولا قرايب ولا حدا. أنا جيت هنا ما عندي ما عرفش اللغة كمان. أول شيء عملت رحت علمت اللغة الإنجليزية. كولد صغير قعدت مع صغار لحتى اتعلم لغة. بعدين لك حضرتك بتجيد الإنجليزية ده أنا عرفتك كويس قوي. اتفضل. وبعدين شفت لازم نعمر لازم نكون بيت. لازم open business. I started my business. And then اتجوزت. الحمد لله مجوز 25 سنة وعندي 3 أولاد. كان عندك 25 سنة لما تجوز؟ صلي لا لا بقالي 25 سنة مجوز وعندي 3 أولاد. ابني 24 سنة. مصر بيسموها تأبيدة دي على تأبيدة يا وبقول لك ليش؟ علشان تعرف انه ده البلد عطانا اشياء العظيمة جميلة. البلد دي بتدي فرص للنجاح حقيقي ولازم نحن كمان نتعلم نعطي للبلد. وانا تعلمت اعطي للكوميونتي وصل لي 25 سنة بساعد الجمعيات الخيريات government. I had certificate from the governor, not Dick McJohn, Arthur Schwarzenegger, Barbara Boxer, and كثير من ال government. لأنه نحن حطينا اللي أخذنا وحطينا كمان الجمعية. ده فخور لأنه ده البلد فينا نحن نتقدم. فينا نحن نروح نرجع لورا نقدر نمشي لقدام. وبهال 25 سنة تأسست 2 political party. أنا مؤسس سان جابريل أرمين أمريكان ديموكرات وطبعا مؤسس كمان كاليفورنيا أرمين ديموكرات مؤسس Armenian Community Coalition. أنا 4 سنين director for Rose Bowl. إذا بتعرف Rose Bowl بعد إذا تعمل وده ومير باسادينا appointment علشان نكون director. ده الاشي اللي مع السنين بيجي تكبر بالسنين إذا بتعطي وتاخد كمان كل الشهادات اللي عادك لأنه أعطينا من حياتنا أعطينا من أمانة للشعب وللبلد العظيم. عارف يا مستر كريس يعني ولا بارون كريس كريس عظيم. هو ده اللي عجبني في الشخصية الأرمنية. يعني حضرتك بتقول إنك جيت من لبنان
بعد المعاناة اللي شفتها وجيت هنا هو ابتديت من الصفر، ابتديت حتى اللغة ما كنتش تعرفها. النهاردة انت راجل مرشح لانك تبقى عضو في مجلس الشيوخ الامريكي، وراجل بقيت صاحب بيزنس، راجل بيزنس مان هنا، وراجل خدت جوائز. ده اللي عجبني في الشخصية الأرمنية، انهم عندهم طموح وعندهم مصابرة وعندهم قدرة على النجاح. شعب يستحق بصراحة، يستحق التقدير، دي حقيقة. فأنا بحيي أرمينيا في شخص حضرتك. شكرا شكرا. ده إرادة، إرادة في في, في الأرمن. ده أنا دايما بقول ده إرادة من ربنا، حتينا هالقوة لحتى نقدر نكون واقفين ونركعش قدام مشاكل. ربنا عوضكم عن اللي شفتوه حقيقي. طب مستر كريس، ممكن تقول لي بقى يعني الأجندة بتاعتك إيه، أو أحلامك إيه في حالة ما ربنا يكرمك إن شاء الله وتبقى عضو وتبقى الكونغرسمان بتاعنا؟ أولا إيه أحلامك وإيه طموحك وإيه اللي عايز تنفذه؟ في جعبتي أشياء كتيرة. جميل. أشياء كتيرة لازم نفذه واحد في الواحد. أولا بريزيدنت ليندن جونسون قال قبل 50 سنة، كان رئيس كينيدي، بعد جون كينيدي. يس. الطريقة الوحيدة نخلص من الفقر هو العلم. العلم. علم هو أقوى سلاح بيغير مجتمع. دي حقيقة. والستينات سبعينات كان كاليفورنيا بلد عظيم بثقافته بالتربية والثقافة. بس 30 سنة، قبل 30 سنة تغير. تغير. تغير كتير. اليوم كاليفورنيا يحتل مركز 34 when it comes to education. رجعنا لورا. والسبب أسباب كتيرة، بس أنا أولا في من مشاريعي أن أرجع كاليفورنيا للمركز الأولاني، لأنه كان 40 سنة أيام جونسون. لأنه التربية هو أساس المجتمع. إذا الإنسان بياخد تربية التربية والثقافة بتغير كل شيء عنده، بتغير حياته، بيغير مجتمعه. وأول من إشي لازم أعمل، لازم أغير ونعمل كاليفورنيا education number one. ثانيا مجال تجاري. اليوم عدد كبير من الشركات تغادر كاليفورنيا، وأسبابه ضرائب كبيرة وفي قوانين تقيلة على الشركات يغادروا كاليفورنيا. هالسنة 2015 تويوتا غادر كاليفورنيا، 15,000 موظف راح معه. هالسنة كمان أوكسيدنتال بتروليوم ألاف راحوا، كلهم يروحوا لوين؟ أريزونا، تكساس، فلوريدا. وأنا أولا هعمل إيه؟ هرجعهم دول الشركات بقى، هرجعهم. كيف هرجعهم؟ هأفتح مجال عليهم، هخفف القوانين، خفف الديون، هعطيهم من 5 إلى 10 سنين تاكس في لحتى يرجعوا لكاليفورنيا، لحتى نعمر كاليفورنيا، لانه تكتذبهم. نيويورك عم بيعمل اليوم، اذا بتشوف نيويورك ست جوفرنر فتح ابواب الشركات الكبيره، تفضلوا 10 سنين ما فيش تاكس عليهم. نحن نتعلم من نيويورك. وانا كسناتر هعمل فايت لحتى برينج دوز كمان، لانه عظيم. اذا ما عندناش التجاره قوي، اقتصاد قوي، بلدنا كله كان بيرفع. جود. يعني هتركز على التعليم وهتركز تعليم. على الاقتصاد طبعا. ده مش بكافي. ثالثا منع المخدرات من مدارس. ازاي؟ ده مشكله، اكبر مشكله عندنا بامريكا. كل 12 ثانيه سكند one child get drug for the first time. For first time. ده مزرة. ده معدل رهيب. ده يعني إذا بتخيل كل سنة ملايين أولادنا بيروحوا ضحايا لهالمخدرات. طب هتعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ أولاً لازم نوقف أساس المخدرات. ده مشكلة، مش مشكلتي أنا، مشكلة قوي، بس لأنه كاليفورنيا لازم نسكر الحدود الجنوبية مع المكسيك. مع المكسيك، لأنه كل المخدرات جاية من هنا، أكترية المخدرات من أمريكا الجنوبية. من أمريكا الجنوبية. نمبر 2 بدي أشتغل مع الشريف ديبارتمنت، بوليس ديبارتمنت، في كل مدرسة نعمل نأمن
تلامذة لحتى ما يدخلش دراج للمدارس لأنه الدال ده يخلينا اسألك تاني برضو ازاي هتمنع دخول الدراج للمدرسة وانت عارف هنا في حاجة اسمها حرية شخصية يعني انت مش من حقك انك تفتش الطالب ولا التلميذ وهو داخل هنغير بقى هتعمل ازاي هنعمل ايه هنشتغل انا حاكم مع شريف ديبارتمنت توب ليدرز اند طبعا مع تشيف بوليسز هنتعامل كلنا سوا جوفرمنت بوليس ديبارتمنت مدرسة والعائلة كمان بنعمل فور سايد كومبينيشن بارتنرشيب بارتنرشيب بالعربي ما اعرفش كلام خطة أمنية يعني حتى نساعد أولادنا لأنه إذا بنترك أولادنا يروحوا ضحايا يعني ما عندناش مستقبل ده كلام جميل طب مش هتعتمد على الناحية التثقيفية إنك تحذر الأولاد أو إنك تقدر تأثر على عقلية الأطفال دولت إن الدراج ده حاجة مش كويسة ده part of the partnership العائلة الأساس هو الأساس أول مدرسة والعائلة الأسرة طبعا أسرة لازم نعلم البيت ينتبهوا لأولادهم مثل أنا عمل لأولادي كل يوم يجوا من المدرسة أشم ريحتهم إذا في حاجة أشوف عيونهم وليش علشان أحفظهم والبيت يكون لازم أول مؤسس لحتى يحمي الأولاد مدرسة الثانية أساتذة والتلامذة لازم نعطيهم حق قوة إذا بيشوفوا حاجة غريب يحكوا للعائلة وطبعا في نيرس موجود متوفر في المدرسة فممكن بس الأساس هو حنعمل إنه نحط اللي لازم نمنع المخدرات يفوت المدرسة إذا بوليس K9 whatever it takes لانه ده حرام تركين اولادنا يروحوا مزرعه للفلوس والمخدرات وطبعا ده كمان ونازم في شيء كمان دعم القيم العائليه نحن مجتمعنا الارمن العائله اهم شيء ونحن بنشوف انه العائله بتتفرط قدامنا دي نقطة مهمة من قطم ولازم نجمع نساعد العائلة تضل مع بعضها لأنه الله خلق البيت أب وأم الأولاد آدم خلق الله خلق آدم وإيف مش آدم وستيف لازم نعرف قيمة العائلة ولازم نساعد العائلة تضل سوا لأنه الأولاد بتعلموا من بيت أول شيء ما هنا دي المشكلة هنا في أمريكا أو في الغرب كله ويمكن في العالم النهاردة الأسرة المفككة هي اللي خلت الاولاد دول يترموا في حضن المخدرات وما الى ذلك فانت حضرتك عندك خطه لانك ترجع تاني علشان الاسره تبقى اكثر ترابطا ويمكن الارتباط بالله شويه ده مهم برضه ولا ده مهم جدا ده مش مشكله الجوفرمنت بس طبعا الجوفرمنت لازم يساعد ده مشكله المجتمع مشكله الجاليه اللبنانيه جاليه العربيه جاليه المصريه لازم نحن نكون صامدين لهالاساس اللي اجانا من الاف السنين مش لازم ننسى ده الاهم مهم انه العائله هو اول كنيسه العائله هو اول مدرسه لازم نهتم ونخلي ده المدرسه ده الكنيسه تقوى ونشجع الام والبي يكونوا في نفس على خط واحد الخط واحد علشان انا شو الاولاد يكبروا بنفس فكرة والتربية والتربية السليمة ده كلام جميل جدا طبعا في اشياء كمان خامسا ده مهم جدا اتفضل خامسا هناك عديد من طلاب اخدين ديون مشان يتعلموا الكوليج انا كتير حكيت من تلاميذة عندهم ديون ما يقدروش يدفعوا ده يخرب مستقبل بتاعهم يخرب كريدت بتاعهم ما يقدروش ياخدوا بيوت وسنين ما يقدروش يدفعوا هعمل ايه من ساسعى تخفيف وشيل كل الديون اللي عندهم التلاميذ مشان يقدروا يشتغلوا يعمروا بيتهم ده مهم جدا جميل. لانه عندك كل البردن ما تقدرش توقف ما تقدرش تطلع ده مهم جدا مشان الجيل الجديد يقدر يكمل طريقه وطبعا هلا بيوروب تروح ليوروب بتشوف العلم الكوليج فري
اربع سنين فري. ونحن هون امريكا بكاليفورنيا اقوى بلد، ما نقدرش نامن اولادنا فري كوليدج. انا حاسعى وتكون مشاريعي الاول اعمل اول سنتين الكوليدج فري لاولادنا علشان يقدروا يكملوا العلم، لانه كمان اساس العلم ان العمود الفقري المجتمع healthy is education. education التربية والإنسان، ولازم نحن من واجب الجوفرمنت يعطي لأولادنا الحق يتعلموا بلا فري فور فري في الفري. يس ده جميل جدا جدا، يعني أفكار حلوة. في حاجة تانية طبعا مهم كمان، البيئة تبعنا، بيئة الكاليفورنيا بيئة الله خلق البيئة بيئة نقية نقية والإنسان لوسها. وكاليفورنيا كسناتر من أول وجباتي نحافظ، ولأنه ده أخذنا من أجدادنا شيء عظيم، ولازم نعطي هدية لأولادنا كمان كبيئة مش مستممة، بيئة نظيفة. وحنعمل إيه؟ لازم نخفف الغاز بترول، ولازم educate people لحتى يتعلموا كل الملوثات نتعلم نخفف دول، ونعمل جول بتاعنا نعمل كاليفورنيا green state. ده مهم جدا علينا. يا ريت، ده يبقى شيء جميل قوي. طبعا ده بقلبي انا، ده مهم جميل جدا. ربنا قويك. في الفقر، فقر في اقوى بلد امريكا، هو اقوى بلد اقتصاديا فعلا بالثقافة، بس عندنا نحن بكلف ملايين اولاد كلام مزبوط كل يوم بيروح على بيناموا بلا اكل. هوملس، فيه هوملس هن عندنا، مش بس هوملس. اها 3 ملايين الاولاد مش هوملس، ده بقول اولاد فقر ما عندهمش اكل. واحد يقول لي ازاي تقول الكلام ده؟ ما صحيح، بكاليفورنيا في اولاد ما شوفوا انتوا، في كتير عيال عايشين بكاليفورنيا ما عندهمش معاش يحطوا اكل بالطاوله. بس الدوله عندها انظمه لخدمه الفقراء. دوله عندها انظمه بس مش كافيه. مش كافيه، في كتير عيال مؤثرين من شرهات، في كتير اولاد بيجوا على المدارس ما عندهمش الاكل. لازم نعمل طريقه ونخفف ده. وحنخفف ازاي؟ عندنا بكاليفورنيا ويست، فود ويست ده كتير. 40% نسبة عالية فعلا، نسبة عالية. ده إذا منحط قوانين جديدة منكون نقدر نخفف الفقر، الملايين الأولاد اللي عندنا اللي عم يسفروا بالفقر. وده ممكن بكاليفورنيا. في ناس بيقولوا مش ممكن. لا ممكن إذا في عنا إرادة، إذا في عنا السناترز بيأمن بحب الناس، بحب الإنسان، بحب الأولاد، ممكن نساعد الأولاد ونعطيهم الفرصة. بس ازاي الناس دول بيبقوا خارج الكفر بتاع اللو انكم والديسيبل والحاجات دي؟ يعني اعرفه والناس كلها تعرف ان في امريكا بيغطوا كل الاحتياجات، اصحاب الاحتياجات الخاصه. في ناس كتير ما يعرفش دول بره الكفر ده، يعني في برات كفر. في كتير ناس ما يعرفوش، في كتير ناس كمان بيوتهم مش ما فيش العائله الام والبي يساعدهم. ونحن من واجبنا الجوفرمنت، لانه ذس از President Reagan said ده أول مهم الجوفرمنت، أول مهمته أنه يساعد الإنسان، يساعد شعبه. فعلا. ونحن الجوفرمنت مش لازم نأخذ تاكس من الجوفرمنت، لازم نساعد الإنسان اللي عايز مساعدات. أولا أولادنا بيجي أولا، لأنه أولادنا إذا نجحوا نحن نجحان، دي أهدافنا. إذا هن نجحوا كل الأمريكا بتنجح. أكيد. مشان كده الأولاد بيجوا الأول أولا. ده مش شوية من مشاريعي. لا دي كلها أفكار نبيلة وجميلة جدا، بس كنت عايز أسألك، طيب بالمرة بقى الأقليات ومنهم شعوب الشرق الأوسط اللي بيعانوا، الأمرين في الشرق الأوسط، يا ترى في خطتك إنك تعمل حاجة تدافع عنهم أو؟ طبعا أنا كمان من الأقليات، نحن أقرب من الأقليات، أنا لبناني خلقان بلبنان، لبنانيين كم من الأقليات. لازم ندعم الأقليات، ده البلد كمان بلد عظيم. في عندنا كتير
ريسورسز لحتى نساعد الأقليات. اليوم السود African Americans عندهم سيستم بياخدوا كتير من الجوفرمنت. أيوه. ولاتينوز كمان في عندهم، بس احنا الجالية العربية والجالية الأرمنية لسه ما عندناش هال، ما عندناش زي لوبي أو لوبي حاجة. لوبي لوبي علشان كده نحن لازم نتعلم نكون بالجوفرمنت. لأنه الجوفرمنت از السورس اوف ذا ريسورسز. احنا كلنا بنعيش كل يوم نشتري ندفع تاكس. تشتري حاجة تدفع تاكس. احنا الهواء اللي بنتنفسه بندفع عليه تاكس. تدفع تاكس. ده منيحة، بس لازم كمان الجوفرمنت يساعد الجاليات ال الأقليات. الأقليات. وده كمان في موجود. Good. بس مش حدا يعطينا اذا مش نكون نحن لازم احنا نطالب. نطالب ونكون موجودين. موجودين بالطاولة لحتى ناخد حقوقنا. اذا مش موجودين ما حدش يعطينا حقوقنا. ما حدش بيدور على. لأنه احنا ما عندناش سيناترز بالجوفرمنت. ما عندناش يمثلنا. وعلشان كده انا نازل فيها السناتر لحتى احمل حقوقنا ودافع حقوق الاقليات، اقليات اللبنانيه، جاليه اللبنانيه، جاليه الارمنيه، وجاليه العربيه كمان، لانه ما عندناش حدا هناك. بلاش كلمه عربيه دي، انت قصدك تقول جاليه المصريه. جاليه المصريه كمان طبعا. نحن نتعلم العربي لانه نحن نتحدث العربيه لكننا لسنا عربي. يمكن كلام يا يا. طب بالنسبه للمستثمر الصغير بقى ما فيش حاجه بقى له؟ مستثمر صغير هقول لك سمول بزنس هتعمل معاهم ايه؟ ذا باك بون اوف اور ايكونومي جود. العمود 75% 57% بزنس بيخلق من سمول بزنس. عظيم. كل سنه لازم يكون لهم وضعهم 400,000 سمول بزنس بيخلق. بس مشكله 450 بيسكروا بيتقفلوا تاني. بيتقفلوا ليش؟ ضرايب كتيرة. ما بيستمروش. ما بيستمروش. ضرايب كتيرة. خاصة بالكاليفورنيا وريجوليشن كتير. والسمول بيزنس مش يقدر ينفس بقى. بالنسبة للنقطة دي سامحني ان انا اقطعك. ليه دايما الضرايب عالية قوي في كاليفورنيا عن اي الولايات التانية يعني؟ نسبتها عالية قوي يعني. لانه احنا مش بيزنس فرندلي. ما بعرفش بقدرش اقول بالعربي. نحن لانه كاليفورنيا بلد قوي. واقتصاده قوي فكتير مش عايزينك بقى. علشان كده كاليفورنيا نازل نزول بيغادروا الشركات كل الكبرى. كاليفورنيا هلا عارف انه عم بيحصل كارثه. اذا بيغادروا كمان شركات كبيره الكارثه لكاليفورنيا. هلا تعلمنا عم يتعلم. انا كمان لازم نفكر بمدة طويله بالزبط. اذا ما نجيبش المدى البعيد على المعيد. اذا ما نقويش البزنس سمول بزنس ما يقدرش يخلق، ما يقدرش يهاير. يو نو في عندنا انبلويمنت كتير. عندنا شويه يو نو اقتصاد، بس بعدنا عندنا مشوار طويل لحتى نروح عن اقتصادنا. ده جميل جدا. يعني واضح ان نوايا حضرتك نوايا طيبه وبنتمنى لك التوفيق يعني. وفي نفس شكرا. الوقت بدعو كل الساده اللي بيشاهدونا انهم يأيدوا سيناتور باذن الله سيناتور كريس شاهينيان على الفيسبوك اللي موجود على الساين بتاعه على الشاشة، وانهم يعملوا لايك للفيسبوك لمستر كريس عشان يهمنا قوي قوي انه ربنا يكرمه ونسنده وينجح في تجربته عشان يبقى يعني ممثل مشرف لنا. كنت عايز اسأل حضرتك باعتبارك راجل دارس علم نفس، يا ترى التجربة بتاعت الجينوسايد دي اتأثرت في الشخصية الأرمنية ازاي؟ يا ترى خلت الشخصية الأرمنية أكثر حرصا وأكثر بعدا عن الآخر؟ خلت الشخصية الأرمنية أكثر خوفا، ولا خلت الشخصية الأرمنية أكثر تلاحما مع بعضهم البعض؟ أثرت التجربة الصعبة دي عليهم إزاي، على الشخصية الأرمنية، على البني آدم الأرمني باعتبارك رجل علم نفس؟ أنا خليني إلا كان ده اللي حصل الأرمن كان قاسي جدا 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 على الشعب الأرمني. ده أكيد. ده المسيحي العالم كله. كلنا تأثرنا. تأثرنا في نفسيا لأنه نحن مثل
شجرة تقطع من أرضه. شجرة بلا مي بلا أرض ما يقدرش يعيش. بالظبط. أنا هقول لك عن جدي. سنين جدي ما كانش يتكلم بس كان راجل قوي. لما مرق من هالمجزرة شاف بعيونه الأتراك الشياطين ما يقدرش يتكلم. هو كان يتكلم بس ما يتكلمش. ده مؤثر عليه. أثر عليه. أثر طبعا. عليه. والجيل الأول أثر عليهم أكيد. قوي. لأنه شافوا أشياء ما حدش يقدر يتحمل. أثرت علينا نفسيا طبعا. أكيد. ونحن نعرف من العائلة إذا الجوز والجوز بيفرقوا بتأثر على الأولاد حياتهم كلهم طبعا. لو في psychology they damage their, the way they understand. الانفصال بيأثر على الأبناء. Just imagine انفصال من أرضه. انفصال من جذوره. انفصال من حياته. انفصال من جبله. بالفعل. انفصال من كل شيء. وطنه. احنا العثمانيين اتراك كسروا جرينا بالفعل. كسروا ايدينا. والشعوب الكبار مضوا على الارمن خلاص. ده الشعب خلاص ما يقدرش يقف على اجريه. بس احنا شعب ايماننا قوي. هي دي عظمه الارمن. ده عظمتنا فعلا. ما حدش يقدر يفكر انه ده الشعب يقدر يطلع كمان فعلا. يقوى. احنا خسرنا 800 كنيسة، 1000 مدرسة وجامعة، 4000 مطران راحب ورهبات، آلاف من أساتذتنا، علمائنا، خسرنا بلايين بليارز دولارز، كل شيء، خسرنا كل شيء، ما خسرناش إيماننا وإرادتنا. دي حقيقة. ده ونفسيا طبعا ده كان قاسي جدا. بس نحن مش مقعدين. تعلمنا من درس القاسي ونحن تعلمنا ما نثق بالاتراك اللي ذبحونا. ايوه. ما عندناش ثقه. بس ثقتنا باليونايتد ستيت قبل ما عندنا كبير. ثقتنا بالجاليه المصريه كبير لانه شو بنات جنبكم مساعدين. فتحوا ابوابهم. ونحن اذا عايشين لانه في شعب عظيم مثل سوريا مثل العراق مثل مصر فتح ابوابهم ونحن نكون عندنا بيت ونكبر. وتعاملنا مع غيرنا لا نحن دائما بنحط يدنا ونتعامل سوا خاصه الشعوب اللي تاثر مثلنا كمان لانه العثمانيين مش للارمن كانوا كمان للنصارى وكل كل العالم كلنا نعرف عثمانيين الاتراك عملوا شيء فظيع. الامبراطورية العثمانية كانت كلها بس نحن دم. نحن مرقنا من هالإنسانية والأرمن اليوم ما عنده كراهية الأتراك. ونحن لأنه قلبنا كبير. بس مطلوب أنه الأتراك يعرفوا أنه اللي عملوا يعترفوا بالجريمة بتاعتهم وعلشان إحنا نسامحهم. لازم يقولوا الغلطتهم ونحن كأرمن راضيين نسامحهم إذا بيرجعونا حقوقنا إذا بيرجعوا حطوا للشجرة مطحوا المناسب زي الألمان ما عملوا مع اليهود طبعا واعترفوا بمجازر هتلر. جميل. احنا معنا مكالمة تليفونية لحضرتك. طبعا. ألو 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 أهلا أهلا ألو. ايوه مساء الخير بارون جولو وبارون شاهينيان. مساء الخير يا فندم. بارون جولو وبارون شاهينيان. اولا انا عايزه اشكرك لمواصلتك سلسله حلقات بصمه ارمينيا.
عايزه اقول ان السنه دي دكتوره سونيا استاذنك لحظه على الاباده تبعدي عن التلفزيون شويه للارمن على يد الاطراف الشعب الارمني دكتوره سونيا وحي 10 مليون في العالم استاذنك تبعدي شويه عن الصوت عشان بيعمل ايكو استاذنك تبعدي شويه عن الصوت اوكي وطي الصوت شوية كده من بعد إذنك كده أحسن جميل تفضل يا فندم تفضلي يا دكتور كنت بقول ان السنه دي بعد مرور 100 سنه على الاباده الجماعيه للارمن على يد الاتراك الارمن موجودين واكبر دليل حي على صمود وكفاح الشعب الارمني ترشيح بارون شاهينيان لكاليفورنيا سنت دي إشارة جيدة ده بيدل على ان الارمن مكافحين اي بلد من مصممين للنجاح فيها دي ملاحظة طيبة جدا شكرا شكرا في سؤال عند حضرتك ولا حاجة؟ عايزة أسأل بارون شاهينيان لو نجح في الانتخابات شكرا إن شاء الله إن شاء الله تفضلي في سؤال حتسأل ترى إيه خطته بالنسبة للجالية الأرمنية في كاليفورنيا بالتحديد والقضية الأرمنية عامة عظيم جدا شكرا شكرا, شكرا جدا يا دكتوره اشكرك على هذه المداخله الطيبه اشكرك جدا طبعا كلنا كل الارمن عنده حلم انه امريكا accept the Armenian genocide ولانه accepting Armenian genocide مش قصة تاريخ قصة بوليتكس بالضبط وعلشان كده نحن الأرمن تعلمنا انه نخش في السياسة Armenian genocide historical fact it's given but like Egypt he didn't accept Armenian genocide because it's politics بالضبط many nations they don't accept Armenian genocide because of politics but نحن الأرمن لازم نكون بالسياسة قوي لحتى بقوتنا السياسية البلاد العظمى تكون تقبل Armenian genocide ونسكر الدفتر القديم ونمشي للقدام لأنه الأرمن بيقدر يعطي كثير للشعوب العالم ونحن صارنا 100 سنة عم نحارب الدول مشان تقبل Armenian genocide بس هلا سكرنا ال 100 سنه نحن هلا نتقدم بالسياسه بقوه السياسه وبالقضاء ولازم الدول الكبرى تكسبت Armenian genocide المفروض بس كله سياسه مش قصه يعني historical fact all the facts are there it's all the facts are there The minute it comes to the floor, you know, Congress floor, politics start involved and they're pulled so many times from the table, the resolution. So many times the American government accepted the Reagan, President Reagan accepted Armenian genocide. Yeah. Many president Carter accepted Armenian genocide, even Clinton. But we won't beyond that. We won't beyond that recognition and restitution. That should be politics, should be aside.
we should, you know, force Turkish government to accept Armenian genocide. The horrible that thing, I mean, because they didn't get punished, you know, Hitler did the same thing for Jewish. Because now they're doing the same thing, this Daesh, whatever you call it, they're doing the same thing, Christian. We have to stand up and fight for these people, and we have to be powerful in politics. We can protect small nations and small ethnic groups. بالفعل يعني وجهة نظر حضرتك ان احنا نركز على السياسة طبعا علشان مهم جدا ده اللي احنا عايزين نعمله ده جميل ويمكن علشان كده الجالية الأرمنية حطت رحالها وده كان سؤال عايز اسأله لحضرتك سريعا الجالية الأرمنية يمكن اختارت يعني معروف ان الهجرة الثانية للأرمينيان بيبول بعد الجينوسايد كانت لأمريكا اليونايتد ستيت أكبر بوبوليشن جه في أمريكا وبالتحديد من الخمسين ولاية كانت ولاية كاليفورنيا النصيب الأكبر ومن ولاية كاليفورنيا كانت لوس أنجلس كاونتي ومن لوس أنجلس كاونتي كانت باسادينا وجلانديل والمنطقة ديت فيا ترى انتوا اخترتم الاختيار ده هل علشان أمريكا هي الدولة القوية في العالم ولا علشان أمريكا الدولة اللي هي مليانة بالحريات واللي ما فيهاش ديسكريمينيشن ولا علشان أمريكا البلد اللي بتدي فعلا الفرص المتاحة للنجاح الأمريكان دريم ولا علشان الدولار الأمريكي لكل الأسباب اللي قلته مظبوط لكل هذه الأسباب حطيت رحالكم في بلاد العم سام عم سام بس لا أقول لك شغلة نحن الأرمن تاريخنا بأمريكا صاروا 400 سنة أول أرمني إجا بأمريكا 1618 مارتن أرمينيان ده بتاريخ مكتوب سو نحن مش الجديد بأمريكا تاريخنا 400 سنة بأمريكا بس طبعا بعد المجازر الأرمن نحن اخترنا البيت الأمريكا لأنه العلم الحرية والتقدم والازدهار ده البلد عظيم بس نحن ما جينا لأمريكا لحبا بالدولار ولا جينا لأمريكا لحتى نقطف في الدولار بس احنا ده مش عيب ده نحن شعب ارمن نزرع شجره ونقطف منه اكيد ونحن شعب ما بنحب الدولار نحن شعب نصنع الدولار انا احييك على الجمله دي اعزائي المشاهدين من فضلكم الراجل ده حطوا له لايك على الفيسبوك لانه يستحق التقدير ويستحق ان احنا نسبورت هيم ثانك يو اتفضل يا فندم نحن جينا لنعمر هالبلد ونعيش الحريه كمان لازم اقول نحن نزرع شجره ونعطيه ثمره وناخذ من ثمره ونعطي لغيرنا كمان جميل ده الارمن علشان كده الاتراك ذبحونا شافوا انه ارمن ذكي ارمن بالبزنس ارمن بالتجاره ارمن بيعمر ما يقدروش يقبلوا ده الصحيح لانه الارمن كانوا كل العثمانيين بس نحن جينا هنا كمان عمرنا الكنايس عمرنا بيوت عمرنا بزنس وعمرنا البلد كمان عمرنا جلندل لانه نحن شعب منعمر شعب معمر شعب معمر وعمرنا انا كان ليا لقاء اسف على قطع الكلام كان ليا لقاء مع الاب الاسقف فينا هوت وقال لي جمله جميله قوي قال لي احنا كل مكان كنا بنروح فيه كنا بنبني كنيسة ومدرسة واكتشفت انكم بتبدوا كمان نصب تذكاري علشان تفضلوا طبعاً فاكرين طبعا تفضلوا فاكرين دايما اللي حصل حقيقة انا بحييك جدا يعني وبتمنى ان شاء الله لك التوفيق والنجاح لانك نموذج مشرف جدا والدعاية الانتخابية صورتها موجودة قدامنا هيت وبقول لك من قلبي شكرا لك النجاح والتوفيق شكرا 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 للمناسبة أنا جدا سعيد وأنا بعتذر لأنه ده أول مرة بحياتي بحكي بالعربي بالمقابلة وإذا غلبت بالكلام اسمحوا لي لأنه ده أول بس مش الآخر طبعا حرجع إيجي لهان لهنا وأحكي كمان بس احنا فكرناك بلبنان بلدك الأصلي ولا إيه؟ فكرناك بلبنان خلقان بلبنان بس بحكي خمس لغات
وتركت صغير بلبنان عشان هيك عربي مش عربي عشان مش بتمارسه مش مارسه لكن كان واضح جدا وجميل جدا. شكرا شكرا يعني اول مره في شكرا في كل حاجه واضح انك يعني مذاكر كويس قوي ما عندك الارقام ما شاء الله حاضره وجاهزه والبيانات شكرا شكرا اشكرك على المقابله كمان اشكر المشاهدين وبنشوفكم كمان اذا الله رد. بشكرك جدا وبكرر شكري. شكرا شكرا مستر ابو شكرا ثانك مستر كريس كريس انا اسف عشان ابو صديقي شكرا شكرا وان شاء الله تكون نموذج مشرف لنا وعزيزتي ارمينيا يعني نتمنى لك كل الخير ونتمنى لاولادك كل الخير والتوفيق والنجاح فبتمنى من ربنا انك تكوني دايما في نجاح وتوفيق أمين. وبتمنى لابنك مستر كريس شاهينيان انه يكون صوره مشرفه لنا في الكونغرس وفي امريكا بصفه عامه والى مزيد من النجاح والتوفيق. اشكركم والى اللقاء. الكل يترك بصمه، قد تكون عارا قد تكون فخارا لكنها بصمه. أعزائي المشاهدين الحلقة النهاردة لها طابع خاص شوية. احنا خدنا الكاميرا انا واسرة البرنامج والمخرج وخرجنا برا الاستوديو وكانت زيارتنا ابتدت بمدينة جلانديل باعتبار ان ده التمركز الرئيسي للأرمن هناك عشان نتعرف على الناس دي على القرب ونشوفهم ونتكلم معاهم ونشوف انشطتهم التجارية وحياتية عاملة ازاي. ابتدينا بزيارة المبنى البلدية نفسه. تفضلوا معايا نتفرج على أول فيديو. لقائنا الأول كان خلال بلدية جلانديل كان مع مستر أردي كساكن في داخل بلدية جلانديل. سجلنا معاه مقطعين تفضلوا معانا اتفرجوا عليه. هو من الشخصيات المحترمة جدا ونموذج راقي وراجل له بصمة في المجتمع الأرمني وله وجهات نظر طيبة والكلام حلو الحقيقة ومفيد جدا واتمنى انه يكون ضيفنا ان شاء الله في الاستوديو في خلال حلقة كاملة. لكن خلونا الاول نتعرف على التجربة الحياتية بتاعته وعلى المشوار بتاع اسرته واللي عانوه في الهجرة وعلى وجهة نظره في الايام اللي جاية ايه. اتفضلوا معنا نشوف الفيديو. So my name is Ardy Kassakhian. I'm the city clerk, elected city clerk of the city of Glendale, California, fourth largest city in Los Angeles County, home to one of the largest Armenian American populations in the United States, one of the largest outside of the former Soviet republics, outside of Armenia and Russia. And it is a very vibrant community that has a very lively cultural aspect to it that contributes to the fabric of our fine city. Armenians come from all over the Middle East and Near East, of course, because of the genocide of the Armenian people of the earlier 20th century. By the Turkish Empire, Armenians were dispersed all over. My family was no exception. My family was living in their ancestral homelands. My father's side of the family was actually from a small town outside of Istanbul called Ovacik. And my father's maternal grandparents survived the genocide by marching through the desert by the Turks to their eventual extermination, and were saved by a miracle that my great-grandfather was a pharmacist, and as a pharmacist he happened to have some medicine with him that saved the life of one of the children of one of the officers, Turkish officers. They gave him free passage to Jerusalem afterwards, where he went with his family, and at the end of the war he opened up a pharmacy, and that pharmacy still
functions in Jerusalem. It was one of the oldest continuously functioning pharmacies in Jerusalem. The other side of the family is from Kaiseria, Yesaria, and they survived the genocide just by escaping and having the will to survive. They were forced through the deserts. They eventually found safe passage to Lebanon. And my father, even though he was born in Jerusalem, was raised in Lebanon. My mother's side of the family is Pontic Greek on one side and Armenian. Both sides are Armenian, but there's also Pontic Greek blood in us. They were from the city of the Levant, Smyrna, and they escaped the burning of Smyrna by Mustafa Kemal Ataturk in 1922. They made it to Greece, where my mother was born, in Athens. Eventually, my family emigrated to Armenia in 1947, my mother's side did. And my father and my mother met in the University of Yerevan, Yerevan State University, when they were undergraduates, and eventually came to the United States, as many immigrants do, seeking a better life for themselves. They came here for their graduate studies. Now, where does the last name Kassakhian come from? There's a river in Armenia, the Kassakh River, and Katsakh in Armenian means vinegar. Although no one in our family made any balsamic or any vinegar, but our ancestors were from the villages around the river Kassakh. They were fishermen. They were fishmongers, fish sales people. And eventually, this is about 400, more than probably 400 years ago, over time, the side of the family with the last name Kassakh settled in Kaiseria, in what was then the Ottoman Empire, but has been historically Armenian land. بعد المقطع ده كان لنا لقاء تاني معاه ونحب نتفرج عليه عشان برضو نفهم وجهة نظره ايه في الاوضاع الراهنة ونصيحته ايه للأسر المهاجرة. تفضلوا معايا. Glendale is home to a very large, vibrant, diverse cultural community. We have Armenians, we have people from all over the Middle East, there's Iranians, there's of course Arabs, but we also have Egyptians who are Coptic. We have a large Coptic community in Los Angeles. There's Coptic churches, and there's this close affinity. And it's perhaps why once in a while we have some Coptic families who move to Glendale. One of my closest friends growing up was the Iskander family. Tamer Iskander was one of my close friends in high school. And his brother Nader, and his mother was a very well-known doctor here at Glendale Adventist. In fact, I believe she still practices. So there's a lot of similarities, and of course, the most important one is it's essentially the same church as an apostolic faith being started by the apostles of Christ. There's a very close affinity, cultural bond, religious bond with the Coptic people. I know that in the last few years that we've watched what has transpired in the Middle East because of the so-named Arab Spring events, it's been very troubling to see our Egyptian brothers and sisters of the Coptic faith be persecuted. But, you know, we always try to look on the side of hope, of the future, and Glendale has given so many Armenians new hope and the ability to start businesses and do great things, and we hope that, you know, we'll have some Coptic families move to Glendale as well and join us in benefiting from all of the great opportunities that the city has to offer. One of the things that's important for people of minority communities to do is to be politically involved. The Armenian Americans in Glendale have been able to achieve a certain amount of political success. Coptic Americans, Egyptian Americans of the Coptic faith, I don't believe have quite fully engaged in the political process. We need to encourage our youth to not only be involved in campaigns, but to eventually run for office, to not just be the volunteers and the donors to campaigns, but to also be the candidates. But to do that, you have to take the first few steps. And so there are plenty of opportunities. This is an upcoming presidential election year, but not just for president. There's races for Congress, there's races for state assembly seats, there's races for city council seats. If a person is young, I know there's this tendency within immigrant cultures to say, become a doctor or become a lawyer or an engineer. But believe me, we have enough of those. What we need is some political leadership as well. So I'm hoping that some of the Coptic families watching this will turn to their son or their daughter and say, you know what? Maybe it's time you go volunteer on a campaign. احنا خدنا العربية ورحنا لزيارة مستر ساسونيان. تفضلوا معايا نشوف الأول مشوار العربية كان شكله ايه.
احنا رايحين على داون تاون جلانديل وفيها مطاعم ومحلات ارمنيه كثيره وبدنا نمشي باتجاه مطعم كاروسيل معروف كبير بعدين في مطعم فينيشا وبعدين مطعم جديد 1001 نايت 1000 ليله وليله كلهم في جلانديل وبعد شي خمس دقائق بدنا نتلاقى مع سيد هاروت ساسونيان بيكون رئيس صحي جريدة أرمنية أمريكية أسبوعية The California Courier وبعدين في وسيد ساسونيان بيكون بذات الوقت رئيس جمعية خيرية أرمنية United Armenian Fund وفي صيدلانية دكتور بيكان جولباركيان بيكون صاحب صيدلية ايديل فارماسي على طرف اليمين في محلات جوهرية وأليكس تياتر أليكس تياتر بيكون مسرحية اللي تنتمي لبلدية جلانديل وبكون في كتير مسرحيات أرمنية على طرف اليمين حد فانيرا بيكون في ريستورانت كاروسيل هي مطعم أرمني لبناني. كان لنا لقاءين مع مستر ساسونيان, اتفضلوا معايا نشوف اللقاء الأول. Now, my name is Harut Sassounian. I'm the publisher of the California Courier newspaper in Glendale, California. It's an English language weekly for the Armenian community. I'm very happy on this opportunity. I recall fondly my trip to Egypt a couple of years ago. I was invited by the Armenian community to give a series of lectures both in Cairo and Alexandria. I spoke about the Armenian genocide. And Armenian genocide is not only a historical issue, but it's also a current issue, because what we see happening in Syria and Iraq by the ISIS terrorists, it's called Daesh in Arabic, they're doing the same thing now as the Turkish leaders did to Armenians in 1915. So 100 years later, nothing has changed in those countries. We have killers, terrorists, who are killing innocent people, who've done nothing against them. And it's time that the world wakes up. The number of Christians are dwindling in the Middle East as a result. We need to speak up. We need to condemn such inhuman acts. They're destroying people. They're destroying the cultural heritage of the Middle East, both in Iraq and in Syria, and we cannot allow such people to go unpunished. We need to not only condemn them, we need to fight them, and we need the support of all people, regardless of what religion. All religions come from God. Religions are made for peace, not for war, not for killing. No one should justify killings as part of their religious belief, because it's against God's wishes. In fact, I found a document from the Al-Azhar of 1909 when the Sheikh Al-Azhar issued a fatwa condemning Turkish leaders for killing Armenians in 1909, and by saying that it's against Islamic religion to kill Armenians and to kill people of the book, who are the Christians. So Armenians and Arabs go back over 1,000 years of friendship, of living together in peace. Whether they're the same religion or not, they work together, they live together in peace. So we don't want anybody, for their own self-interest, to create violence and to kill people under the guise of religious beliefs. This is unacceptable. دلوقتي اتفضلوا معنا بقى نشوف اللقاء الثاني والجزء الثاني من لقاء مستر ساسونيان ووجهة نظره. This is my book on the Armenian genocide. It's an interesting book.
that contains the recognition of Armenian genocide by over 25 countries. The only Arabic country that's in the book is Lebanon. The Lebanese parliament recognized genocide, and I'm hoping that shortly the Egyptian parliament will also recognize genocide, as well as the Syrian parliament. So those Syria and Egypt are missing from this book. We want it to be in the book. So that completes the friendship between the Arab people and the Armenian people going back into centuries. I also would like to show you a copy of my newspaper, the California Courier. It's an English language weekly paper for the Armenian community in the United States. It started in 1958 in Fresno, California, and now it's published in Glendale, California. And I write a weekly column that is reprinted around the world, and it's on the internet, and people can go on the internet and every week read it under the website, thecaliforniacourier.com, or just on Google search, they can search for my articles that are written about the Armenian genocide, Armenian community, and Armenia. بعد كده قابلنا شخصية من الشخصيات اللطيفة، مواطن أرمينيان مولود في سوريا، ودردشنا معاه كده دردشة سريعة، والراجل قد إيه بيحمل حب كبير، وراجل صاحب مبدأ لبلده سوريا. اتفضلوا معانا نشوف مستر سركيس. أعزائي المشاهدين، النهاردة بنتعرف على شخصية جميلة من الشخصيات الأرمنية، معانا الأستاذ سركيس ولا بارون سركيس؟ سركيس 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 ده اسم لبناني ولا ارمني؟ ارمني، اسم الارمني ارمني، لكن انا اعرف ان سركيس ده موجود قوي في لبنان كمان، منتشر، صح الكلام؟ صح. له معنى معين ولا هو جاست سركيس وخلاص؟ سركيس وسين سركيس يعني سين سركيس. اوكي، حضرتك منين بقى؟ سوري؟ انا سوري، والدان بسوريا، كبر من سوريا، والدان بسوريا، يعني ارمنيا سوريا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، تكملة لمشوارنا خدنا بعضنا وروحنا زورنا ليتل أرمينيا. أرمينيا الصغيرة، الأرمن عملوا لنفسهم وطن في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، منطقة جميلة مليانة بالأنشطة التجارية الخاصة بيهم. شوف الناس دول قد إيه شطار، وناس جدعان، وناس بيكافحوا. هنستعرض مع بعض مجموعة من الصور لبعض المحلات وبعض الأنشطة التجارية الخاصة بيهم. تفضلوا معي. طعمية، طعمية ولا فراخ؟ أنا بيقولوا طعمية. لا، عارف إيه الفرق بين الفراخ والطعمية؟ إيه الفرق بينهم؟ The difference. I don't know. It's the same, no? Yeah, the cake. بيقولوا عليها طعمية. عليها فراخ فلافل؟ احنا هنا في محل من محلات الارمن المنتشره في ليتل ارمينيا، محل للمنتجات الشرقيه زي ما انتم شايفين كده، كل المنتجات اللي مكتوب على بالكم. هنا اصحاب محل مشغول شويه، حتى الصور والحيطه زي ما انتم شايفين كده. في صور قديسين موجودة. الكائن ده لازم يصفح سو. كان ضروري في رحلتنا دي ان احنا نزور كنيسة من الكنائس الارمن، فروحنا وزورنا كنيسة للكاثوليك الارمن، وتقابلنا مع الاسقف، وسجلنا معاه جزء مهم جدا من الحوار داخل الكنيسة، وجزء اخر داخل مكتبه. فضلوا معانا نسمع كلمة الاب الاسقف. اهلا وسهلا بكم في كنيسة سيدة الشهداء الأرمنية الكاثوليكية. انا الاسقف ميكائيل مورديان، اسقف ابرشية سيدة ماري للأرمن الكاثوليك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. الشعب الأرمني معروف انه بالتاريخ اول شعب اعتنى الديانة المسيحية كديانة
الدولة سنة 301 بعد إعاظة مار غريغوريوس المنور اللي عمد الملك طرطاد الثالث مع كل عائلة الملكية والشعب الأرمني. منذ سنة 301 الشعب الأرمني استشهد ليدافع عن إيمانه المسيحي، وأكبر استشهاد كانت سنة 1915 خلال المجازر الأرمنية، العبادة الأرمنية التي ارتكبته الدولة العثمانية. مليون ونصف أرمني قتلوا من أجل إيمانهم وشهدوا لقيامة المسيح. السنة هي اليوبيل المئوي للمجازر الأرمنية، وكشعب أرمني عرفنا نحافظ على إيماننا المسيحي في كل العالم. حاليا الأرمن منتشرين في حوالي 120 دولة في العالم بعد المجازر. في كل مكان وجد الأرمن بنوا كنائس ومدارس لكي يعلموا الجيل الطالع عن أسرار الكنيسة وعن الديانة المسيحية. الشعب الأرمني شعب مرتبط بجذوره المسيحية، وخاصة الكنيسة الأرمنية حافظت على التراث الأرمني أينما حلت، وهذا التراث متعلق باللغة الطقس الأرمني اللي هي اللغة الكلاسيكية الأرمنية وليس اللغة الأرمنية الحالية العامية اللي نتكلمها نحن. الطقس الأرمني بقداسه الإلهي مؤسس على قداس مار بسيط، ولكن خلال القرون الآباء الأرمن زادوا عليها التراث الأرمني، واليوم بكل كنائس الأرمنية نصلي باللغة الأرمنية ونعلم أولادنا الديانة المسيحية واللغة الأرمنية، لأنه إيماننا أنه بمساعدة وبنعمة ربنا يسوع المسيح نقدر نحافظ على تراثنا وعلى ثقافتنا. بعد ما شفنا سوى الفيديو الأول أو الجزء الأول من الفيديو لقداسة الأب الأسقف داخل الكنيسة وأمام المسبح، تعالوا معايا اتفرج على الجزء الثاني، ولما فتح لنا الكتاب المقدس واتكلم من بشارة يوحنا الحبيب والكلمة الطيبة اللي قالها قداسة الأب الأسقف. فضلوا معانا نسمع. أحبائي، سيدنا يسوع المسيح الكتاب المقدس بإنجيل مار يوحنا قبل ووقت عشاء السري بصلاة الكهنوتية صلى للآب السماوي وقال له: لا أصلي فقط لهؤلاء الاثنين عشر، بل لكل الذين سوف يؤمنون بي وبك بكرازة هؤلاء الاثنين عشر، فليكونوا واحدا كما نحن واحد. ربنا يسوع المسيح طلب بصلاته أن كل المسيحية توحد يصير جسم واحد، لأنه رأس الكنيسة واحد هو سيدنا يسوع المسيح. فلذلك أنا أرفع الصلاة من أجل وحدة كل المسيحية وليس فقط المسيحية، ووحدة البشرية جمعاء، لأنه نحن مدعومين لأن نعيش بالسلام، والسلام يبنى على الوحدة، المحبة والعطاء. واجبنا أولا كمسيحيين مثل ما ربنا يسوع المسيح بيقول أن نحب
نعم عائلتنا نحب رفاقنا ولكن نحب نغفر لعدونا الحب. لذلك صلاتي ان ربنا يسوع المسيح يبعث نعمة روح القدس على كلنا وخاصة على الشعب اللي عايش بالشرق الأوسط بكل دول الشرق الأوسط يحل السلام بيناتهم المحبة والتسامح لأن كلنا أولاد الإله السماوي خالق الكون وكلنا أعيننا إلى السماء والسماء الجنة المكان الوحيد اللي راح يكون مستقبلنا كلنا. ربنا يبارككم ويعطيكم نعمة السلام. أعزائي المشاهدين بعد الجولة السريعة ديت والخروجنا بالكاميرا خارج الاستوديو ما كانش ممكن ننهي حوارنا من غير ما نروح ونزور النصب التذكاري اللي عملوا الأرمينيان بيبول علشان يفتكروا ضحاياهم وضحايا المجزرة اللي حصلت من 100 سنة. في كل مكان راحوا فيه كان لهم دايما نصب تذكاري. ده النصب التذكاري في مدينة مونتبيلو رحنا وتصورنا فيه وسجلنا هناك. اتفضلوا معايا نتفرج على النصب التذكاري في مونتبيلو. في هذا المكان بيجي الأرمن عشان يفتكروا أجدادهم وأهليهم اللي تمت الإبادة ضدهم ويفتكروا قد إيه البشرية كانت قاسية وما زالت بتكرر نفسها وبالتالي بتكرر أخطائها. اللي بنشوفه النهاردة من الدولة الإسلامية واللي بيعملوه في الشعب السوري والعراقي واللي بيعملوه في كل الدنيا كل المظالم والأسوأ والوحشية نفسها اللي حصلت مع الأرمن هنا من 100 سنة تقريبا. هذا نصب التذكاري تم إنشاؤه بعد 50 سنة بمناسبة مرور 50 سنة. الأرمن ما قدروش ينسوا تاريخهم ولا قدروا ينسوا مذابح اللي ارتكبت ضد أهاليهم. خدوا التصريح من الحكومة الأمريكية علشان يبنوا هذا النصب التذكاري على أرض ملك للحكومة التذكارية الحكومة الأمريكية مش أرض ملكية خاصة عشان يفضل هذا الرمز باقي بقاء هذا الألم اللي امتحنوا فيه. بنتمنى من ربنا إن كل الدنيا تعيش في سلام وكل البشرية تعيش في محبة وسلام وإن إحنا بدل ما نبني نصب تذكاري علشان ذكرى مذابح نبني بيوت سلام وبيوت محبة وفرح لكل البشرية. عزيزتي أرمينيا الجريحة الجميلة سأظل شعبك وفيا لك مهما كانت حرارة شمس ومهما كانت غزارة الأمطار. أعزائي المشاهدين أشكركم على هذه المتابعة وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبصمة أخرى. أشكركم.